بينضم وبيتعبوا. لنا الان كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي ابو الاهلي حميد الاسبق ومدرب حراس المرمى حاليا لتقييم اداء حراس المرمى. نورنا كابتن. الله يكرمك يا يلا معاك النهارده لك تفتكر المباراه على التوالي برضو. ارجع واقول مفيش شغف بين اللعيبه ودي بتاعتكم انتوا بقى تكملوا فيها. احنا هنتكلم النهارده على بدايه المباراه خالص. لا ما هو انت ما تقولش الكلمه وتمشي. لا انا هرميها لكم وهسيبكم وتمشي. لا اسمعني بس انا مش بتاعتي. مفيش شغف ليه وانا اصلا لعيب بعيد عن الملعب بقالي فتره. مفيش شغف ليه؟ يعني واحد مثلا زي كريم ميدل مثلا. واحد زي خالد عبد الفتاح. احنا ممكن نقول التغييره يعني بتدي دفع للعيبه ولكن المراكز لا. يعني مثلا خالد عبد الفتاح ما يلعبش ناحيه الشمال لانك هتخسر الجزء الهجومي ممكن. لكن انا كخالد عبد الفتاح او انا ككريم نيدفيد انا ما عنديش شغف ليه ده. انا عايز العب واحط اسمي في الملعب واثبت نفسي. ايه ده انا بعيد عن الماتشات. لازم يكون عندي شغف. طيب انا هقول لحضرتك حاجه. ساعات انا بتحط في حتت ببقى مظلوم فيها. بس بمعنى أيوة. بمعنى انا مظلوم. انا مع خالد عبد الفتاح محطوط وسط يعني زي ما قال كابتن مش في عدلتي. مش في عدلتي بس اللعيبه المحيطه بيك مش هي اللي تشيلك. انا كلاعب جديد على النادي الاهلي او جديد في الملعب ببقى محتاج ان انا عايز حد يشني حد يساعدني. كريم نيدفيد بيلعب جنب كوكا وقفشه. قفشه ما بيدافعلوش. كوكا بيدافع بس كريم نيدفيد مش عارف يطلع بالكوره. يعني في حاجات كتير انا عشان كده مش عايز اتدخل فيها. انا بص بقول خلينا في حراسة ان انا المرة. شايف ان الشغف مش موجود لتاني مباراه على التوالي. طيب خلينا في حراسه المرمى. نرجع في الحراسه. ماشي ماشي. اول نقطه الدقيقه واحد او اول كره في المباراه رجوع الكره من رامي ربيعه دبل تايم للشناوي وعدم التعامل من الاثنين بذكاء. الاولانيه كانت الكره يا ريت نعيدها ونشتغل نشوف على الهواء. الكره راجعه من هنا. ايوه الباص الاولاني. اولا رامي رجع الكره تمام. الباص الاولاني هنا للشناوي. بص الشناوي الدنيا فاضيه بتاع 10 يارد وقدامه مساحه يوقف ويباص ويشوف حد جاي. لا انا عايز ارجع بس ثواني معلش ابتدي من اول. بص هنا لو وقف مين اللي هيروح؟ رامي هناك فاتح ياسر ابراهيم نازل له كوكا جاي له من النص. اذا في مثلث يقدر يسلم منه. هو خد قرار منظمه. هو ايوه هو خد قرار انه يلعب لمسه واحده. القرار بتاع اللمسه الواحده ده من غير دراسه الكره راحت للمهاجم بتاعه قطعنا رجعت لرامي ربيعه. بص بقى رامي هيعمل ايه هنا في موقف زي ده. انا اسهل لي اخنق الجون بتاعي ولا احطها في الاول. طبعا خالد يا احمد الاول. خالد رجع الكوره لرامي. خالد عشان ضاغط على الراجل لما نشوف الكوره. خالد يا كابتن غصب عنه ليه؟ خالد الراجل دلوقتي هو هيقطع بس رجع لرامي والمفروض انه بيحطها لرامي عشان رامي يشيل واحد. بالظبط كده. راح رامي لافف ومديها للشناوي. ايوه لان خالد كان ضهره للملعب. بالظبط. انما رامي هو اللي كان وشه للملعب ولف بقى ظهره للشناوي. طب لما لف للشناوي ايه اللي حصل بقى؟ نقطه سلبيه جدا. انا عايز ارجع احمد تاني لرامي. النقطه السلبيه هنا للشناوي ليه شاط في اتجاه الراجل. هقول لك قبل ديت يا احمد. اتفضل يا كابتن. رامي عنده حاجتين. قانون المنطقه دي بيقول لك تحت ضغط لازم اشتت. يبقى خالد لما رجعها لي ما فيهاش ريسك بقى. انا كنت شلتها واحده وخلصت. لكن هو خد الحل الاصعب رامي انه لف وحاول يلعبها للشناوي. لعبها له في منطقه صعب. مش صعبه يعني مش على الجنب ده او على الجنب ده عشان ضعيفه خطوره وضعيفه. لا هو يعني رامي غلطان الخطا الاصغر. بس هو ما لعبش في الامان في الاول. لا الخطا رامي رامي الاول اكتر من الشناوي. طبعا يعني لو الهدف ده لا قدر الله كان اتحسب كنت انا من وجهه نظري هشيله الرامي لان طبعا. رامي المفروض يحط بره كابتن راح دماغه. ليه؟ طب هقول رامي يبعد الخطوره يا عادل. الخطوره الاسهل لرامي انه يحط واحده أيوة. شماله عند حسين الشحات على الطرف هناك ولا ان هو يستلم وبعدين يلف فيخلي الناس تيجي تضغط عليه. احمد راح مننا دوري بكره زي انا اخطأ تمام تمام حصل لك خطا والشناوي يعمل ايه؟ تمام بدل ما يشوطها جامد يحطها على الجنب يحطها على الجنب بيمين. في احيانا انت في عد الموقف حتى لو اتقال عليك يعني كنا بنشوف مثلا سرد باكات الكوره لما بتبقى بيجي وراه لعيب كبير وماشيين ورا بعض فبيطلعها بره كده في الاوت لحد ما فرقته ترجع. صح. فكان يجب على الشناوي يصلح. لسه هكمل الكلام يا كابتن. لسه هكمل الكلام. بقول لك يا ابو حميد انا شايفه في المايه مش زي اللي ايده في النار. بالظبط. ايوه لما بترجع لي بالشكل ده
انا اول تفكير ليا بحاول اشتت. لا بس لا اشيل بره معلش انا هشتت النوم الصغير يا كابتن. دي بتبقى شريف. على حسب قوه الكره جايه عندك. بس ما اديتوش فرصه. اسمح لي اقول لحضرتك حاجه يا كابتن شريف. اولا الكره جايه من الاتجاه ده وانا وشي مواجه للكره، وفي نفس الاتجاه اللي الراجل بيضغط عليا المفروض انا بشيل كده نفس الاتجاه عشان ايمن فاضطر انه يعمل كده. لا طب احط برجلي الشمال في الاول. بس هو ده اللي بقول. تمام. الاسهل للشناوي هو اللي يتخلص من الموضوع ده. بدل ما يحط واحده في جسم الراجل كان عامل كده ببطن رجله اليمين عند الباك رايت ورايح دماغه عند محمد هاني. حتى لو حد ضغط على محمد هاني بقى يبقى محمد هاني بقى ساعتها يتصرف، انما اخلص من زي ما بيقولوا القنبله اللي موجوده قدامي. ده رقم واحد. فانا شايف ان التعامل من رامي كان خاطئ وبعدين يتبعه الشناوي. يعني خطا مركب يا احمد. نعم خطا طبعًا مركب طبعا صح؟ خطا مركب من بدايه خالد لرامي للشناوي. بس برضو المحور بالنسبه لي انا شايف انه رامي. دي وجهه نظري برضو. انتوا بقى حيقلوا اكتر مني في الحته دي. ادي رقم واحد. رقم اثنين في الدقيقه 12 ضرب التماس او رمي التماس زي ما بيقولوا جت علينا بهدف. رمي التماس جت علينا بهدف، ده دليل ان مفيش تمركز صحيح، مفيش حد ماسك حد. الراجل طلع لعبها بصدره للحاج، الحاج شاطها مره واحده في الزاويه الضيقه. لولا تواجد الشناوي في المكان ده كان هيبقى هدف محقق. وهنا عايز اشيد بتمركز الشناوي والاوت بيتلعب، والاوت بيتلعب الشناوي قريب من العرضه الاولانيه. مظبوط. فلما الكره اتعملت بالعرض بس يعني المفروض تيجي على الهواء عشان نبقى شايفينها ونحلل الكلام يبقى قدام الناس. ايوه تمام. بص بقى هنا واقف قدام العرض. تمام. لا خلينا مع الشناوي ثانيه واحده. الشناوي لو مش في المكان ده واقف في نص الجون الكره دي جول. كانت الكره دخلت. مظبوط. الكره دي جول. انما هو عشان واقف عند العرضه القريبه لو الكره اتلعبت طويله يطلع ياخدها. خلت الراجل لما ارنو لما لمس لبالحاج بالحاج وحط واحده بقت في اتجاه الشناوي، مع ان الزاويه اللي هناك مفتوحه بس هو الدنيا كلها مقفوله انه لازم يلعب في الضيقه. عشان كده تصرف هايل من الشناوي وتوقع مميز منه. برضك يا احمد رامي. نعم البلوك رامي. الراجل سند على صدره ولقى فرصه يشوت. هنا مبادئ الدفاع لرامي برضك بتقول لك انك انت الراجل لازم انا مبادئ الدفاع يا كابتن. الراجل اللي بيستلم بصدره ده لازم يطلع حد معاه. طبعا بالظبط كده. قبل رامي حد. وبعدين بعد ما وصل يعني قبل ما كان معايا لازم كوكا كان اتصرف فيه برضه مع رامي يا كابتن. نيجي للكره دي لطاهر محمد طاهر في الدقيقه 27 تحديدا. الكره عملها كروس. هنا في نقطه سلبيه جدا عند هجوم النادي الاهلي. مودست اي راس حربه في الدنيا اي حاجه اول حاجه بيعملها لما الراجل بيعمل كروس لازم يقطع على الاول. اخطف بالظبط. واللي ورايا هو اللي ياخد الثانيه. هنا طبعا الكروس ده طبيعي جدا انه يتحسب جون لان مسعود اتحرك فيه غلط واقف غلط. التحرك بتاعه لورا استنى لما الراجل عدت الكره جابها من تحت. حتى توجيهه للكره هنا كان لازم يكون في واحد مواجه من فرقتنا على القوس عشان ياخد الكره دي ويحطها ويشوطها. فانا شايف ان التعامل بتاع مسعود كان سيء جدا في الكره، ولكن احنا اللي ما استغلناش الموقف بعدم وجود واحد مننا على خط ال 18 مكمل من خط النص، وفي نفس الوقت بعدم قطع مودست على العارضه الاولانيه. في الدقيقه ده الهدف. الهدف هنا هتكلم في حاجتين. مودست وهو بيستلم بص كان فين ورجع فين تاني. معلش. والكره بتتعمل عاليه. عايزين نرجع تاني. والكره بتتعمل عاليه من طاهر. بص مسعود كان واقف في مكان 10 على 10 20 على 10 لما الراجل مودست رقص احمد عبد الرسول. مسعود عمل نقطه سلبيه جدا انه رجع لورا والحمد لله طبعا ووسع الجون لمودست. نقف هنا ثواني بس قبل الهوا كابتن ايمن انا قلت لحضرتك ان مسعود عنده فرط حركه وفرط توقع صح؟ صحيح. تمام. هنا عشان هو متوقع عمل ايه؟ قعد يتنطط. اول ما مودست هوش راح طالع بره اللعب وطلع فوق. لما مودست حط بجنيه كرة سهله جدا بالنسبه لاي حارس مرمى لو واقف على رجليها كابتن عادل كان طلع بكل سهوله كي. انما عشان هو عنده فرط حركه وفرط توقع فتحس انه عمال يتنطط عايز عارف انه هيلعبها هنا فمستني انه ياخدها هنا. بس عشان مودست تهوش التهويشه دي الثانيه دي التهويشه دي هي اللي طلعت مسعود بره اللعب وخلته مش عارف يتعامل مع الكوره. ولكن الحمد لله نتمنى انه يحصل دايما كده. ده الهدف بتاعنا. طبعا ضربه الجزاء اللي دخلت في الشناوي اعتقد انه ملوش اي يعني هو كان بس استنى سنه صغيره ولكن هو كان محدد انه يترمي ناحيه الشمال وما حصلش نصيبه وما راحش مع الكوره. للاسف بقى من الدقيقه 47 الشوط الاولاني للدقيقه 97 ستوب معلش مفيش كرة مؤثرة على الحارس الشناوي. مظبوط. وده انت بتتكلم في 50 دقيقة من الدقيقة 47
للدقيقه 97 ثواني بس معايا، خليك معايا ثانيه واحده. فدي مشكله سلبيه جدا عندنا ان احنا ما اختبرناش الراجل، يمكن كورتين، واحده جت في العارضه واحده امام حطها فوق العارضه، ودي طبعا حاجه سلبيه علينا. ارجع هنا بقى من اول ما كوكا رفع الاوفر، معلش ارجع لي هنا بص تمام مسعود عشان كان واقف تحت، لا ارجع سنه صغيره معلش معايا معايا معايا، والكره بتطلع من رجل كوكا. تاني في نقطتين، ثواني نقطتين. النقطه الاولانيه خط دفاعه داخل جوه ال 18 ده كريم، باين كريم الدبيس ده مش كده؟ اه ماشي كريم خط دفاعه واقف جوه ال 18 ودي لازم بلسانه يخلي الخط يطلع بره ال 18 علشان يبقى عنده مساحه، ده اسمه تنظيم عشان عنده مساحه كمان بالظبط عشان يقدر هو يبقى موجود. لما خط دفاعه يبقى عند ال 18 لازم هو يبقى واقف في الحته دي عند 4 يارد او 5 يارد عشان يعرف يتعامل مع الكوره. بص بقى عشان تمركزه كان بعيد، بص هياخد قد ايه وبعدين هيقتنع انه مش هيوصل للكوره فهيطلع غلط. انا كنت كان نفسي بيرسي تاو يحطها واحده في البعيد على طول من فوق الراجل، كانت هتبقى اسهل. بص وجود ياسر قدامه هو السبب الرئيسي في ان بيرسي تاو لعبها بالشكل ده. يا كابتن ده بيرسي تاو يعني معلش بس بص هو حتى دلوقتي بص هات الصوره الثانيه هتلاقي بالظبط كده. انا كفورورد يعني احساسي كده بص ماشي، هو كان متوقع ان ياسر يلعب وبعدين بالظبط. برافو عليك ماشي أي. بس برضه يا كابتن يعني انا كسترايكر لازم اتوقع الحاجات دي. ايوه هي واحده طبعًا. في المكان ده طبعا هي واحده بس ايوه هي واحده في المكان ده يعني الراجل احنا تاني. مستنيين له غلط في الدقيقه قبل الهواء حضرتك قلت لي انا ساعات بحس انه بيطلع غلط، قلت لك ليه؟ لانه بيكون متوقع على طول. ايوه صح ايمن كان بيجيب الحاجات دي، احنا مستنيين واحده زي دي. بقول لك ايه يا احمد، ايمن كان بيجيب الحاجات ديت وخد بالك بتروح فين بقى؟ في المقص. كابتن ايمن بيعملها على طول، كان بيعمل كده بدماغه ومسقط هناك الناحيه الثانيه. أيوة على طول الناحيه الثانيه، فيعني هي دي كان لازم هو يحطها من فوق الراجل بدماغه بسهوله جدا، لان الراجل اللي احنا بندور عليه في الدقيقه 97 حصل ان هو يطلع غلط، وده اللي احنا قلناه قبل المباراه كابتن ايمن وحضرتك اشرت ليه، وانا اكدت عليك ان هو عشان فرط الحركه اللي عنده. اخر كوره بقى في الدقيقه 97 اخر كوره خالص هنا. انا عايز بس اقول حاجه، احنا سايبين الراجل يطلع ثواني اوب بس ايوه طبيعي في اي وقت زي ده يا كابتن. ده اللي انا قلته في الدقيقه 97 الراجل ده يطلع لغايه كل ده بالظبط، ده واحد يقف قدامه بس الكوره بتاعتنا. انا دلوقتي واحد بيرفع، واحد زي امام كوكا ديبيس اي حد يروح يقف في قلبه مش هيخليه يطلع يتحرك. احنا ادينا له مساحه انه يطلع براحته خالص، وبعدين مين اللي بينط؟ رامي بقى هيبتدي ولا ياسر عشان لما تعدي منه. انما لو في الوضع ده كريم حتى فؤاد وراح وقف في صدره وهو بيتحرك هيخلي ياسر ابراهيم يطلع ياسر يلعب الكوره. عشان كده انا شايف ان يعني في نقطه سلبيه في الحته دي، لازم واحد في الخمسه اللي موجودين جوه يقف يقفل عليه التحرك. وين رافع دي؟ ما كانش هيطلع ياخد الاوفر ده، بس يعني هو الحمد لله وربنا مش رد لنا اكتر من النقطه وجالنا نقطة فعلا. الحمد لله رب العالمين ان احنا على الاقل النهارده كان في بعض الاجابات منها اعتلاء القمة. اه الحمد لله دي الحقيقة. الحمد لله رب العالمين. انا اتمنى ان يبقى العلامة الكاملة كابتن 5 من 5 ولكن الحمد لله 13 نقطة حلوين. شكرا جزيلا يا كابتن احمد شرفتنا. ميرسي يا كابتن ربنا يكرمك. الله يخليك.